عبر الهاتف الأستاذ رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. سير رضوان، صباح الخير. صباح النور. إذن الجمعة الرابعة على التوالي، مسيرة مليونية جابت كل ولايات الوطن. رئيس الجمهورية أقر جملة من الإجراءات استجابة لنداءات الشارع. الشعب وشارع الجمعة الماضية قال لا لهذه القرارات، لا للتمديد ولا لمجمل هذه القرارات. الآن البعض يقول أن الكرة في مرمى السلطة، ما هي القرارات التي تتوقع؟ أولا، الكرة ليست في ملعب السلطة كما يتوقع ربما الكثيرون. أعتقد أنه الملعب اليوم فيه عدد كبير من الكرات يجب يعني السيطرة عليها. أولا، كما سبق وأنا أشرت يا سيدي، رئيس الجمهورية استجاب إلى أهم المطالب الشعبية، المطالب المليونية، استجاب لها من خلال جملة من القرارات التي لم ترضي الكثير طبعا الشعب، ونحن مع الشعب في بعض الرؤى وفي بعض القرارات التي لم تكن واضحة، يعني ما زال يشوبها بعض من الضبابية من حيث يعني الجانب القانوني أو الجانب الدستوري، لا سيما فيما يخص الندوة الوطنية التي دعا إليها يعني رئيس الجمهورية، لا تزال غير واضحة المعالم. وهناك فرق ما بين ندوة وطنية ومجلس تأسيسي، الأولى ستكون دون شك معينة وبمرسوم رئاسي، وهذا ربما سيصير حافظة يعني الشعب المطالب بأكثر وضوحية في هذا الشأن. أما المجلس التأسيسي فقد يكون أو يعني الفرق بينه وبين الندوة يجب أن يكون منتخبا. طيب، كإجراءات ربما مستقبلية لنوع من التفاعل مع مطالب الشارع الآن، ماذا تتوقع كإجراءات؟ لا، هي الإجراءات أعتقد أنه من الواضح أن ورقة الطريق بدأت فعلا منذ يعني وصول الإبراهيمي، يعني جولته إن صح التعبير المكوكية عبر عدد من القنوات، هي محاولة يعني لجس نبض هذه الشخصية مقارنة أو يعني باتجاه المطالب الشعبية. لكن يبدو أنه لا يوجد إجماع حول هذه الشخصية، الجميع يحاول من جهته طرح شخصيات توافقية لإدارة يعني جانب الحراك الشعبي، حتى يعني نكونوا يعني عقلانيين ونوجد يعني أشخاص يتمكنون من يعني يجب أن نتفاوض مع هذه السلطة، يجب الجلوس على طاولة واحدة يعني للوصول يعني إلى ما يمكن اعتباره جمهورية ثانية. لا، هو جمهورية ثانية لكن ليست بشروط التي شاهدناها خاصة في الجمعة الأخيرة. يعني شاهدنا بعض الشعارات الغريبة، جمهورية ثانية وفيدرالية إلى آخره. طيب، شفنا في التقرير كما شفنا في التقرير البعض طرح فكرة لجنة عقلاء ربما لاستيعاب هذه المطالب الشعبية والخروج من المرحلة الحالية، أنت تؤيد هذه الفكرة؟ لجنة للعقلاء، ماذا نقصد أولا بالعقلاء؟ نحن هنا لسنا يعني في نحن نتحدث عن دولة، عن دولة الجزائرية، عن أكثر من 42 مليون، لا نتحدث يعني عن يعني نزاع قبلي أو نزاع في بشرة أو في قرية. نحن نتحدث عن دولة، نحن ننتمي إلى مجتمع دولي، لدينا اتفاقيات، لدينا معاهدات، لدينا تجارة خارجية، لدينا يعني قوانين، لدينا دستور، يعني حتى وإن كان الدستور يعني هو الهدف الأول الذي يجب أن يصل إليه المطلب الشعبي، وهو إعادة صياغة هذا الدستور يعني من الصفر، وهو ما يعني كما نسمى ميلاد جمهورية ثانية، ربما لما لا ربما نظام سياسي أو نظام حكم جديد يختلف عن هذا النظام، ليس فقط من خلال ذهاب الوجوه يعني
المرفوضة من طرف الشعب، ولكن نظام سياسي في حد ذاته، لما لا نذهب إلى نظام تمثيلي أو نظام تأسيسي مثل سويسرا أو كما فعلت تونس؟ لما لا نذهب إلى النظام البرلماني، يعني أين يتم الفصل بين السلطات بطريقة، سلطات ثلاثة أتحدث، بطريقة أكثر مرونة، والعلاقة تكون ليست كما النظام الحالي وهو النظام الشبه الرئاسي، أتحدث عن نظام الحكم وليس عن السلطة. ربما هذه هي المخرجات التي يجب أن نبحث عنها. أعتقد أنه في رسالة رئيس الجمهورية هناك فرصة، لكن ليست كافية، لا سيما من حيث يعني تأطيرها القانوني، حتى أنه مرسوم 92-19 خرج وطلعنا عليه، يعني فيه بعض المبررات لتأجيل الانتخابات، إلا أنه الشعب يعني يرفض أي شكل من أشكال هذا التأجيل، والذي يعتبره تمديد لعهدة يعني الرئيس الحالي أو الرئيس المنتهية ولايته. طيب. ربما يجب أن ننتظره، من يدري، ربما يجب أن ننتظره بحد 28 أبريل، ربما السلطة ستأتي لنا بمخرجات وبقرارات جديدة يعني لا يمكن توقعها. طيب، الجزائريون على العموم والعالم أجمع أعطوا صورة مثالية من ناحية التنظيم، من ناحية السلمية والتحضر، والبعض على مواقع التواصل الاجتماعي ذهب بعيدا إلى مقارنة هذه المظاهر، مظاهر السلمية والتحضر لدى شباب الجزائري، بما حدث مثلا البارحة بفرنسا من تكسير وأعمال شغب. أي درس يقدمه اليوم الشباب الجزائري والشعب الجزائري للداخل والخارج؟ فعلا، لكن لا يجب أن ننسى طرفا ثالثا مهما في هذه النقطة، وهو يعني القوة العمومية الممثلة في مصالح الشرطة التي أطارت يعني نقدر نقول أطارت يعني دون يعني رسميات هذا الحراك، لأنه الشرطة لو قمعت هذه المسيرات أكيد سيكون ردة فعل، يعني الشعب الجزائري ككل، يعني بما فيه الحراك، بما فيه الشرطة، بما فيه حيادية الجيش التي يعني لاحظناها يعني خلال هذا الشهر، يعني تكررت، ومن خلال بيانات، من خلال خطابات، يعني كل هذا يعتبر طمأنينة يعني لهذا الحراك. نحن نختلف عن فرنسا في كل شيء، حتى ولو كنا يعني حتى لو كانت تلك المطالب هي نفسها، إلا أن يعني طبيعة المجتمع الجزائري ليست هي طبيعة المجتمع الفرنسي، من ناحية السيكولوجية، من الناحية الاجتماعية أيضا، من ناحية الاقتصادية، حتى من ناحية الوعي السياسي. شكرا لك، عذرا لضيق الوقت، أستاذ رضوان بوهيدة، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شكرا لك على كل هذه المعلومات.